جزاكم الله خيرا، هل هناك دعاء خاص بالقنوت أم يجوز الدعاء بأي دعاء من القرآن ومن غيره؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه جزاكم وسلم: الله خيرا. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إلى آخر الحديث، ويراجع في كتب الحديث. وإن كان لا يعرف هذا الدعاء فإنه يدعو بما تيسر، وإن عرفه وزاد عليه فلا بأس بذلك مما يوافق الكتاب والسنة. نعم.